فخلونا نعلق على هذا المنتدى بشكل عام وجهود مصر في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى الاقتصادي. بينضم لنا هاتفيا دكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار. أهلا بك يا دكتور مصطفى. صباح الخير أستاذ هشام. صباح الخير لحضرتك ولكل المشاهدين. أهلا وسهلا. أهلا بك. أعتقد المداخلة دي بتكمن أهميتها في انتهاء الفعاليات، فدلوقتي عندي الصورة بدأت أكثر وضوحا، فممكن أعقب عليها بالشكل اللي يديني كل الأبعاد المختلفة لفكرة التمويل والاستثمار داخل القارة الإفريقية. طبعا بكل تأكيد، شوف حضرتك الملتقى ده بيعتبر الملتقى الثالث، منتدى مهم جدا بترعاه مصر. طبعا عايز أذكر حضرتك كده مشاهدينا الكرام، مصر رعت في يونيو تقريبا 2015، يعني من 3 سنين كان أول ملتقى. مصر جمعت التكتلات أو المنظمات الثلاثة المهمة أو اللي هم جزء من الأهمية ليهم يعني في القارة الإفريقية، اللي هي الكوميسا والسادق والشرق الإفريقي. هم تقريبا بيمثلوا حوالي 27 دولة. كان الملتقى ده في شرم الشيخ ليكون في منطقة تجارة حرة. مصر بتسعى مع الأشقاء في القارة الإفريقية إن إحنا نخلق سوق إفريقية مشتركة تتبناها طبعا الدول، نحرر بعض من تجارتنا، إزاي نستفيد من الثروات والموارد الخاصة بينا حتى نستغلها داخليا دون غيرنا. هل هذه الفكرة دكتور مصطفى بدأ يكون ليها ملامح دلوقتي، بدأ يتم التطبيق فيها بأي شكل من الأشكال؟ طبعا يا فندم. ومصر بتقوم بالدور اللازم ليها. خلينا نتكلم عن مصر اولا. مصر بتقوم بالدور اللي هي يعني التزمت بيه، وطبعا حضرتك تعلم جيدا ان احنا في كل لقاء بنسعى ان احنا نوطد علاقتنا بالاشقاء في دولة السودان، فعملنا منطقة تجارة حرة. فخامة الرئيس لما كان في السودان سعى ان يكون في سكك حديد مشتركة تنقل البضاعة من مواني الاسكندرية شمالا في البحر المتوسط حتى تصل الى يعني الخرطوم في العاصمة السودانية اشقائنا، ثم نتجه لجنوب السودان، ثم ان شاء الله نحاول نصل لباقي القارة الافريقية. نحن بننتهب في مصر ان يكون في بعض من المواني لخدمة التجارة البينية ما بيننا وما بين أشقائنا في القارة الإفريقية. من ثلاث سنوات. طب ربما يا دكتور مصطفى ده حصل على مستوى ثنائي، هل على المستوى العام بدأت تحصل عدد من المبادرات الشبيهة وفكرة التكامل حتى ما بين الدول، ولا لسه برضو في طريقها للتنفيذ؟ مظبوط يا فندم، ولكن طبعا انت عارف في إجراءات بتمتد لبعض من القرارات الحكومية وبتكون فيها طبعا صعوبة في التطبيق. ولكن عايز أطمن حضرتك ان في 12 دولة تقريبا من ال 21 دولة في الكوميسا وافقوا على المنطقة التجارة الحرة، وهم بيسعوا لاتخاذ الإجراءات القانونية، اللي انت عارف حضرتك ان لازم يتم عليها الموافقات من البرلمانيات المختصة بكل دولة على حدة، وطبعا وفق قوانينهم وتشريعاتهم، فبتاخد وقت بعض الجزء يعني من الوقت، اللي هي البيئة التشريعية يعني بشكل عام. طبعا بكل تأكيد، لأن انت لازم تتناسق كل التشريعات في الدول جميعها مع بعضها البعض وتنتهج نفس السياسة الجمركية ونفس السياسة الضريبية حتى لا يكون في ازدواجية في تطبيق الضرائب. وطبعا بنحقق مصلحة عامة ومهمة لكيفية خلق فرص للاستثمار، ليس في يعني في قارة في دولة دون القارة، يعني لازم كل استثمار في كل القارة. الأمر الثاني، لازم بيتم مع بعض من التيسيرات. انت هتعمل الاستثمار ده ازاي؟ لازم توصل المحافظات كلها اللي هي اللي بنسميها بقى دي يعني الاستثمارات كلها في القارة الأفريقية مع بعضها البعض، كل الدول توصل. فعندنا صعوبة في حركة النقل، فبنحاول الدولة المصرية مع الدول الشقيقة ان تخلق نوع من انواع حركة النقل، زي ان احنا يكون عندنا النقل النهري مثلا في دول حوض النيل، زي ان احنا نربط المواني مع بعضها البعض في محيط القارة الإفريقية بالكامل، زي ان يكون عندنا جوازات تسمح لرجال الاعمال والمستثمرين بتستثنيهم من التأشيرات. بس عشان كده يا دكتور مصطفى، فكرة ان انت بتفعل هذه الشراكات حاصلة في شرق افريقيا اكتر من الوسط او حتى الغرب، يعني احنا بنتكلم على الكوميسا تجمع اقتصادي لدول شرق وجنوب القارة، يعني الجغرافيا هنا فرقت معانا واحنا بنطبق هذه القرارات. طبعا دعنا نقول ان احنا بنبتدي، ولكن طبعا احنا خلي بال حضرتك ان كان في اهمال في كثير من الوقت حوالين كيفيه التنسيق او الدمج او ان يكون في رؤيه واحده في المنتديات الافريقيه على مدار السنوات الماضيه كلها. التحديات والصعوبات هتفضل يعني هتفضل موجوده وهتزال موجوده، ولكن ازاي تتغلب عليها خطوه في خطوه اعتقد ده امر هام. ما تنساش بقى في نقطه مهمه، ان مصر هتتولى رياده الاتحاد الافريقي عام 2019، فلازم يكون عندها رؤيه متكامله في قضايا القاره الافريقيه. مثال مثلا رياده الاعمال، فخامة الرئيس امبارح كان بيقول كلمتين مهمين جدا. اولا ان احنا بنحتاج تمويل لربط القاره الافريقيه
بمشروع لن يقل مثلا عن 150 مليار دولار. ده عبارة عن ايه؟ ان يكون في تكامل في عملية النقل، ان احنا نوصل نربط بعضنا ببعض ب 55 قار 55 دولة في القارة الافريقية. ما ننساش ان احنا عندنا نقطة تانية مهمة، ازاي ان احنا نخلق فرص استثمار وتصنيع داخل القارة الافريقية. النقطة الثالثة او البعد الاستراتيجي الثالث اللي كنا بيتكلم عنه فخامة الرئيس، ازاي نعمل تمكين لريادة الاعمال كمان للشباب وللمرأة. ما هو لو الشباب اشتغلوا في القارة الافريقية مش هتبقى فيه هجرة غير شرعية، صحيح، وحلنا مش هتبقى مفتوحة للهروب الجماعي زي ما بيحصل أو بيسمى لهذا. طب قولي يا دكتور مصطفى، إزاي حامل عملية التمويل لهذه المشروعات الكبيرة؟ إذ يعني خلاص أنا بتكلم في أكتر من نقطة، لكن في النهاية برضو محتاج تمويل، وأنا عندي عدد كبير من دول القارة دول فقيرة، فهتصرف في الحتة دي إزاي؟ احنا ممكن افندم، هو في اتخاذ طبعا، ده اللي حصل امبارح ان فخامه الرئيس دعا عدد من المؤسسات، كان في موجود صندوق النقد الدولي، في البنك الدولي، في البنك الافريقي، في البنك العربي، لكن الرئيس طرح رؤيه ان يكون في صندوق كمان يحمل الاستثمار، يعني اللي هيجي يستثمر ضامن ان فلوسه مش هيحصل لها اي يعني خسائر او اي ريسك. وطبعا ده كان بالنسبه لنا امر هام تاني، ان ازاي ان احنا نوجد بقى التكنولوجيا، لازم نجيب اللي هي الافكار من الخارج كمان، أيوة، يصنعوا ويشاركوا معانا. اللي سبقت كده يا فندم عتيد حضرتك تعلم الصين سخرت العديد من الاموال لدخولها للبنيه التحتيه، منها ان هي تفيد القاره الافريقيه وتساهم في شراكه استراتيجيه وتنميه مستدامه، وايضا تستغل الثروات وتتخذها في تنميه الصين. طيب فكره الشراكات اللي بتتم مع القاره بشكل اجمالي، لما بيكون عندي مثلا منتدى زي الصين افريقيا، اكيد المانيا على نفس المستوى برضو بتحاول تتعاون مع القاره الافريقيه، فرنسا نفس الكلام، ازاي ممكن افعل هذه المبادرات من خلال منتدياتها المختلفه مع الرؤية والأطروحات المصرية أو حتى الإفريقية بشكل عام، عشان يكون في برضو أواصر للتعاون المشترك؟ وفكرة أن أنا بنضم لكيان معينة دكتور مصطفى، هل ده ممكن يعمل لي نوع من الازدواجية في الفكرة أو في التعامل مع الاستثمار بشكل عام؟ خلينا أكون أمين معاك وصريح، إن كنا منفتحين إن إحنا في القارة الإفريقية، يعني أنا بتكلم على أفريقيا كلها، إن كانت القارة الإفريقية هتكون منفتحة فعلا إن يكون عندها رؤية واضحة للتغلب على الصعوبات، وإن يكون عندها حجم من الاستثمارات الكبيرة، لازم تجتاز العديد من المشاكل اللي هي الداخلية. حضرتك تعلم إن ما زلنا حتى وقتنا الراهن اللي أنا بكلمك فيه، في عندنا الكثير من الصعوبات في التفرقة بقى العنصرية، المشاكل القبلية، المشاكل الحدودية أو ما شابه لذلك. في استثمار بيجي من الخارج، وفي تجربة قامت بها دولة للأسف يعني استغلت عدد من المشروعات في الشقيقة السودان مثلا بتزرع فيها. إحنا عشمانين إن إحنا نعمل كده، يكون في شركات استراتيجية بتتنسق وتكون مطروحة حتى دوليا ونساهم فيها إفريقيا لتنمية إفريقيا. عارف حضرتك إن 10% بس من مساحة القارة الإفريقية، مش أقل كمان، ممكن تغذي القارة الإفريقية والوطن العربي. 10% بس، أقل من 10% بس، أنا بديك الفرض الأقصى. يعني ممكن أعمل اكتفاء ذاتي يا دكتور مصطفى من خلال مواردنا دون الاعتماد على الآخر خالص؟ بكل تأكيد. فأنت النهاردة لو عملت شراكة استراتيجية مثلا 5 دول إفريقية مع تمويل من مؤسسة أجنبية في الخارج، صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، بضمان الصندوق اللي فخامة الرئيس تحدث عنه، تضمن النهاردة يحدث اكتفاء ذاتي تمد به الدول الفقيرة وتستبدلها أيضا بثروات معدنية أو ثروات بترولية أو ما شابه لذلك. بتعتقد يعني مين الـ5 دول اللي حضرتك بتتكلم عنهم اللي هم ممكن يبدأوا في هذه المبادرة؟ اللي هم أكثر دول نموا الحمد لله رب العالمين، مصر منهم واحدة، أوغندا، جنوب أفريقيا، في عندك أثيوبيا، في عندك طبعا الشقيقة السودان، هي مش من معدلات النمو الشقيقة السودان، ولكن هي من مليئة بالثروات طبعا بكل تأكيد، وهي الأقرب لنا وأوفر حظا في عملية الموارد المائية. بس فكرة التباين حتى جغرافيا ما بين هذه الدول ممكن يسبب لي أي عائق ولا ده مش هيفرق؟ ما أنا عشان كده أنا قلت لحضرتك في الأول، إذا كنت عايز تجتاز هذه الصعوبات لازم يكون في رؤية واضحة حوالين الاستثمار. الاستثمار يا فندم زي ما فخامة الرئيس قال فيه امبارح، رغم ان هو بيحتاج التمويل، رغم انه بيحتاج عملية الوقت، احنا اهملنا الوقت كثيرا يا استاذ هشام، يعني انت هنقعد نفكر هنقعد 20 سنة كمان، لكن لو اجتزنا هذه المرحلة، وطبعا في مثل صارخ في القارة الافريقية، وده اللي انا بتمنى ان هو يحصل على جائزة نوبل يمكن في السلام، هو ابي احمد رئيس وزراء اثيوبيا، ان منذ توليه للحكم مقاليد الحكم في اثيوبيا قال لك انا هستلم الدوله لازم وانا فيها اكون زيرو مشاكل، ما عنديش اي مشكله مع اي جار،
علشان كده حصل اتفاقيات مع كل الدول. بتمنى ان هو فعلا يوفي ان كمان دول حوض النيل تكون على رأس اولويات اثيوبيا بمد مشروعات زي ما عايز يستفيد بالطاقة الكهربائية، ممكن ان يستفيد كمان بالطاقة البشرية والطاقة التكنولوجية اللي مصر تصدرها له. ويكون النهاردة زي ما في بكرة ان شاء الله اعتقد لقاء هام جدا لدولة رئيس الوزراء رايح اوغندا عشان يحط حجر الاساس لمشروع السد. أيوة. احنا كمان نستفيد ان احنا نوصل باستثماراتنا ومشروعاتنا مع اشقائنا اي حد إن كان نوصل للقاره الافريقيه بالكامل. يا رب. انا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا دكتور مصطفى بدره استاذ التمويل والاستثمار، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لوجودك معنا.